قلت بس الولد من حقك. وش اللي من حقك؟ من حقي انا كمان. لا نتكلم بالتفاصيل هذه قدام العالم، لا نتكلم بالتفاصيل. من حق عزيز ومن حقك، ولا من حقك ولا من حقه، ورطتوا هالمساكين. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ولد عزيز في 26 يوليو 1995، نشأ في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو من أبرز الشخصيات الكوميدية التي نالت حب الكثير حول الوطن العربي والعالم. كوكسال بابا العرب التفاصيل الكاملة لمرض اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد. سادت حالة كبيرة من الحزن بسبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد الشهير بعزيز القزمة، حيث تعلق به الجمهور بشكل كبير بسبب عفويته وخفة دمه. وتمكن عزيز الأحمد من إدخال حالة من البهجة والسعادة على السوشيال ميديا بطريقة مشابهة لأسلوب كوكسال بابا، خاصة أنه يعاني من نفس المرض ويمتلك نفس الطيبة، لذلك أطلق عليه كوكسال بابا العربة. عانى عزيز الأحمد من التقزم ونقص هرمون النمو، الأمر الذي أثر على مختلف وظائفه، وتدهورت حالته الصحية مؤخرا مما تسبب في وفاته. فأضرار هذا المرض كثيرة، فلا تقف عند حد قصر القامة بل لعدة مشاكل أخرى. ولأن مرض عزيز الأحمد كوكسال بابا يولد به، فيجب على المتزوجين معرفة أسباب